اقرأ من قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اقرأ من قوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. اقرأ من قوله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. اقرأ برواية خلف عن حمزة بالسكت على المفصول: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم.